السلام عليكم يا باشمهندسين. في بس الناس، في حد بيتصل يعني، لو حد مش عارف يدخل، هو بس كان في مشكلة في الميتنج ودلوقتي أي حد يقدر يدخل يعني. يعني في حد على الجروب مثلا بيتكلم مش عارف يدخل، كانت مشكلة بس دلوقتي أي حد يقدر يدخل. ده الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه إن شاء الله الساعة 8، هنتكلم فيه عن الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه في السكشن في الكلية بسرعة كده، هنراجعه وان شاء الله هنكمل بعد كده الجزء الجديد، وهنبدا في اللي اوت النهارده كمان. ان شاء الله عندنا ميعاد يوم الاربع اللي جاي، ان شاء الله هيبقى عندنا المواعيد اللي هي الكليه في الجدول بتاع الكليه، بس احنا برضو هنغيره وهنخليه ميعاد ممكن يكون برضو بالليل، او نخليه ميعاد مثلا قبل العصر من الساعه 3 مثلا للساعه 5. مهم يكون ميعاد يناسب الناس كلها. طيب، هو المشكله ان مفيش، لو حتى فاتك سيكشن او الميعاد مش مناسب واحد او اثنين او ثلاثه، مش مشكلة، لأن احنا بنسجل، أنا بسجل الفيديو عندي دلوقتي، وأنت كمان ممكن أي حد منكم حتى يقدر يسجل، لو حد عنده النت كويس ولا حاجة أفضل من عندي، فتقدر إنك تسجل بأي برنامج يعني، وبعد كده ترفع الفيديو ده أو نرفع الفيديو ده للناس اللي هي ما حضرتش، أو لو أنت حتى حضرت في نقطة واقفة معاك فتقدر إنك ترجع لها بعد كده. بلاش بقى حد يعمل شير، خلاص أنا هقفل على الكل يعني. طيب، الناس كده سامعين؟ الناس سامعين يا باشمهندسين؟ طيب اسمح لكم بس تتكلموا. تمام يا باشمهندس. تمام، ما حدش بقى يفتح. انا كده هسمح للناس تتكلم، عشان انا كان عندي، انا كنت قافل على الناس دلوقتي، فانا هسمح للناس تتكلم.
بس يا ريت لو حد عنده مشكله هو اللي يوقفني، يا ريت لو في حد جنبه صوت او حاجه يعمل ميوت، هو يفضل عامل ميوت لما يحتاج يتكلم بس يعمل ان ميوت، لكن هو ما يعملش على طول يعني، ما هاش يعمل كمان فيديو او حاجه او حد يشارك حاجه. لو انت عندك سؤال بعد كده هخليك تعمل شير يعني. طيب اتكلمنا المره اللي فاتت يا باشمهندسين عن الجزء الاولاني في المنهج، كنا اتكلمنا عن انترودكشن كده سريع عن الكباري، قلنا اول حاجه ايه هو الكوبري ده، قلنا ان الكوبري ده منشا بيستخدم عند وجود عائق في مسار طريق، سواء كان العائق ده عائق طبيعي زي مثلا في كوبري طريق ماشي فجه في مسار الطريق ده مجرى مائي سواء كانت قناه بحر سواء اي حاجه، فده اسمه عائق طبيعي، او عائق صناعي ان في طريقين هيتقاطعوا مع بعض او في طريق هيتقاطع مع سكه حديد فيبقى ده اسمه عائق صناعي. في الحاله دي يبقى احنا عايزين نعمل كوبري، تمام كده، نعمل كوبري او نفق، احنا مختصين بس بدراسه الايه، بدراسه الكباري. يبقى الكوبري ده تعريفه هو منشا بيستخدم عند وجود عائق في مسار طريق سواء كان عائق طبيعي او عائق صناعي. طيب بعد كده اخذنا شويه تصنيفات للكباري كده يا باشمهندسين في المقدمه دي، بس عشان ما حدش يقلق هتلاقي كلام نظري كده. اول حاجه دي انك بس هتعرف المعلومات دي بشكل سريع بس، كمان انا هبعت لك المذكرات كلها اللي انا هشرح منها النهارده ان شاء الله، ثلاث مذكرات هبعتهم لك، تمام كده. فانت اول مذكره اللي هي الانترودكشن تعرف المعلومات اللي فيها، لازم تكون عارفها برضه لان ربما تتسال مثلا في الشفوي وممكن يجي لك سؤال في الميد تيرم ولا حاجه على اي جزئيه صغيره منها، فتكون انت عارف المعلومات دي. طيب احنا هنعرف تصنيفات الكباري او تصنيف الكباري اكوردنج تو، اول حاجه الماتيريال اوف كونستراكشن، بعد كده الاستراكشرال فورم، اكوردنج تو سبان، اكوردنج تو البيربس اوف يوز طبقا للغرض من الاستخدام، طبقا للحركه الملاحيه، تمام، وطبقا لوضع الكوبري مع المجرى المائي اللي هو مقام عليه. اول حاجه لو بنتكلم على تصنيف الكباري طبقا ل، بنتكلم على تصنيف الكباري طبقا لماده الانشاء او الماده اللي الكوبري ده معمول منها، فالكباري عندك بتبقى معظم الكباري بتتعمل من حاجتين، اما تتعمل من الخرسانه المسلحه او تتعمل من الستيل. طيب هو يا باشمهندس تصنيف ماده الانشاء ده بيعني ان الكوبري كله خرسانه مسلحه او ان الكوبري كله ستيل؟ لا، ده يا باشمهندس التصنيف ده بالنسبه للهيكل الانشائي الاساسي بتاع الكوبري اللي هي الكمرات والاعمده. يبقى بالنسبه للهيكل الانشائي للكوبري اللي هي الكمرات والاعمده، تمام. يبقى انت عندك دلوقتي تصنيف الكباري افصل يا باشمهندس، الناس اللي عامله ميوت تفصل. يبقى انت عندك كباري خرسانه وكباري ستيل. التصنيف ده يا باشمهندس لا يعني ان الكوبري بكامله، يعني الكوبري الستيل بتاعنا ما بيكونش كله ستيل يا باشمهندس، بتلاقي عندك مثلا كوبري يعني الهيكل الانشائي اللي هي الكمرات سواء الكمرات الرئيسيه والثانويه بتبقى من ستيل، لكن ممكن تلاقي زي الكباري اللي بيمشي عليها العربيات فدي بيبقى كوبري الهيكل بتاعه ستيل لكن بيبقى عليه بلاطه خرسانيه وبعد كده طبقه ايه اسفل. بعد كده يا باشمهندسين لو هنتكلم على تصنيف الكباري طبقا ل الاستراكشرال فورم اللي هو الشكل الانشائي يا باشمهندس، فانت عندك في حاجه اسمها البيم بريدجز او البليد جردر بريدج. البيم بريدج او البليد جردر بريدج يا باشمهندسين وده اكتر نوع شائع الاستخدام وده اكتر نوع احنا بنشوفه موجود، هتلاقيه دايما موجود يا باشمهندسين في كباري كتير جدا الناس كلها اكيد بتشوفه. ده اكتر نوع شائع بيبقى عباره عن النظام الاساسي بتبقى عباره عن كاميرا، تمام كده. الكاميرا دي يا باشمهندس في الغالب بيكون قطاعها اي بيم، بتنقل الاحمال الرئيسيه عن طريق العزم يا باشمهندس، يعني بتنقل الاحمال الرئيسيه عن طريق العزم، بيبقى هنا في حمل راسي في الاتجاه ده كده يا باشمهندس، الحمل الراسي ده بيتحول لعزم كده يا باشمهندسين وهي بتنقل عن طريق العزم. طب العزم ده اصلا بيتحول لايه؟ بيتحول لشد تحت وضغط فوق يا باشمهندس زي ما انت شايف كده، وبعد كده الاحمال دي يا باشمهندسين بتروح للركائز عن طريق ضغط في الركائز بتنتقل لمين؟ للتربه بتتوزع خلال التربه. ده السيستم الاولاني يا باشمهندس. طيب السيستم الثاني يا باشمهندسين تاني حاجه اللي هو تراس بريدج، يبدا بعد كده يا باشمهندس بدل ما يعمل البليت جردر تبقى بليت جردر او بدل ما الكاميرات الرئيسيه تبقى عباره عن بليت جردر يا باشمهندسين يبدا يعملها تراس، وبالتالي في الحاله دي يا باشمهندسين الاحمال الرئيسيه تنتقل عن طريق النورمال فورس في عناصر التراس. طب التراس ده يا باشمهندس بينقل النورمال فورس ازاي؟ لو انت تخيلت يا باشمهندس التراس ده ككاميرا فهيبقى شكل المومنت فيه بالشكل ده يا باشمهندس، يعني احنا لو تخيلنا ان التراس ده كاميرا كده يا باشمهندس فلو تخيلنا ان عليه احمال راسيه كده يبقى هيبقى عليه شكل المومنت بالشكل ده يا باشمهندس. طب المومنت ده لو انا عايز اعرف فين عناصر الشد ضغط بسرعه كده في التراس، عندك يا باشمهندس المومنت ده لو عايزين نحوله لسهم عزم هيبقى شكله كده،
دي للسهم يا باشمهندس شد راس السهم ضغط، يبقى العناصر اللور كور دي كلها هتبقى شد، عناصر الابر كور ده تبقى ضغط يا باشمهندس. المشكله دايما بتبقى في العناصر الدياجونال اللي هي العناصر دي كده يا باشمهندس. ليه العناصر دايما ترص الستيل بيتعمل بالشكل ده؟ علشان اخلي العناصر الدياجونال يا باشمهندس اللي هي العناصر الطويله تشيل شد. انا دايما في مشكله عندي الستيل، مشكله الستيل في الباكلينج، والباكلينج يا باشمهندس مع العناصر الطويله دايما عايزين نخلي العناصر الطويله دي تكون شد بقدر الامكان عشان الباكلينج، مشكله الباكلينج عشان نحل مشكله الباكلينج. وبالتالي يبقى انت عندك دلوقتي يا باشمهندس بيقول لك انك العناصر اللي تحت دي هتبقى شد، العناصر اللي فوق دي يا باشمهندسين هتبقى ضغط. لو جيت تبص بعد كده يا باشمهندس دياجونال، فبيقول لك لو العنصر الدياجونال ده كان موازي للمماس لمنحنى العزم عند نفس العنصر، يعني لو ده كده يا باشمهندس موازي للمماس هنا، فقال لك يا باشمهندس يبقى العنصر ده شد، تمام كده. اما لو كان في الخرسانه يا باشمهندس هتلاقيه بنعمله في الاتجاه الثاني. دي معلومه على السريع كده انت مش مطالب بيها بشكل كبير. نيجي بعد كده يا باشمهندس الشكل اللي بعد كده او الارش بريدج. الارش بريدج ده يا باشمهندس برضه الاحمال الراسيه فيه بتنتقل عن طريق الضغط يا باشمهندسين في الارش زي ما انت شايف كده. بس الارش بريدج ده كويس وبيوفر مواد يا باشمهندس ويوفر التكلفه عن النوعين اللي قبل كده، عن البليد جردر وعن الارش وعن التراس. بس مشكلته يا باشمهندس في حاجه واحده، ان الركائز بتاعته يا باشمهندس لما تيجي هنا تصمم الاباتمنت اللي هنا دي يا باشمهندس، فبيبقى في مشكله فيها انك لازم تركز كويس جدا في تصميم ركائز النوع ده من الكباري. ليه؟ لانك لو بصيت كده يا باشمهندس للكوبري هتلاقي ان الرياكشن بتاعه جاي مايل بالشكل ده كده يا باشمهندس. الرياكشن المايل ده يا باشمهندس هيحتاج ان حضرتك تحلله افقي وراسي. الحمل الراسي مش مشكله، هينتقل عن طريق ضغط يا باشمهندس في الاباطمنت، لكن الحمل الافقي ده يا باشمهندس هيعمل لك حاجه اسمها حركه افقيه او انزلاق للركائز. علشان كده مشكله الارش بس في تصميم الركائز بتاعته. تمام. النوع اللي بعد كده يا باشمهندسين اللي هو الكيبل او السسبنشن بريدج. السسبنشن بريدج ده يا باشمهندس الاحمال الرئيسيه بيبقى عباره عن برجين بالشكل اللي انت شايفه ده كده يا باشمهندس، وفي كيبل واصل ما بينهم بالشكل ده كده، وبعد كده الكيبل اللي هو الكبير ده نازل منه كيبلز ثانيه يا باشمهندس شايله جسم الكوبري. على فكره الكوبري ده هو يا باشمهندسين، بس بدل ما نعمل هنا بيرز تحت كده يا باشمهندس، بدل ما نعمل بيرز واباطمنت احنا عملنا برجين. في الحاله دي يا باشمهندس علقنا الكوبري بكيبل ثانيه. الكباري ده يا باشمهندس او السيستم ده بيستخدم في سبانز كبيره جدا اكبر من 300 متر، تمام كده. ده كيبل سسبنشن بريدج. يبقى الاحمال يا باشمهندس بتنتقل عن طريق الشد في الكيبلز دي. بعد كده الشد ده يا باشمهندس بيجي اللي هو الكيبلز الرئيسي ده يا شباب، بيبقى في هنا حاجه اسمها السدل. دي بتاخد يا باشمهندس الرياكشن ده، بتيجي قوه شد كده يتنقل عن طريق الابراج دي للارض يا باشمهندس، عن طريق قوه ضغط في الابراج دي بينزل يتوزع بعد كده خلال الطرق. في نوع بعد كده يا باشمهندسين اللي هو الكانتليفر، ده مش مشكله. في كمان الكيبل ستيت بريدج يا شباب. الكيبل ستيت بريدج ده شبه السسبنشن بريدج، بس الاختلاف ما بين هنا وهناك يا باشمهندس ان هناك كان في كيبل واصل ما بين البرجين دول كده يا باشمهندس، كان بيبقى في كيبل رئيسي كده يا شباب، وبعد كده في كابلات نازله منه. ده الكيبل او ده السسبنشن بريدج. لكن الكيبل ستيت يا باشمهندسين الكيبلز كلها بتبقى جايه من البرج وماسكه ارضيه الكوبري زي ما انت شايف كده. الاختلاف هناك يا باشمهندس ان كان جسم الكوبري ده ما كانش بيبقى معرض لاي حاجه، يعني انت لو مركز فيه دي كده يا باشمهندس تلاقي ان جسم الكوبري هنا كده معلوش اي قوه يا باشمهندس، مش معرض لشد او لضغط، لان هو هنا متعلق. اما في حاله الكيبل ستيت بريدج يا شباب هتلاقي ان جسم الكوبري ده بيبقى معرض لكمبريشن فورس، يبقى انت عندك بيبقى فيه تنشن في الكابلات، لكن بيبقى جسم الكوبري معرض لايه؟ لكمبريشن فورس. طيب المعلومات اللي انا قلتها دي يا باشمهندسين معظمها كده معلومات عامه، تكون انت بس عارف ايه اشكال الكباري عشان لما تيجي تعدي على اي كوبري او لما تشوف فيه كذا سيستم من الكباري. كل سيستم من دول يا باشمهندس بتختاره بناء على ايه؟ بتختار يا باشمهندسين بناء على الاحمال بتاعتك، دي اول حاجه. الاحمال والاسبان بتاعك يا باشمهندس، يبقى انت بتختار. هو انت عندك فيه كذا شكل، احنا في حوالي ست اشكال هم يا باشمهندسين، او خمس او ست اشكال. في عندك البليد جردر، في عندك التراس، في الارش كمان يا باشمهندسين، وفي عندك السسبنشن بريدج او الكيبل ستيت. يا ترى انت بتختار ده ولا ده ولا ده؟ في شويه عوامل بيأثروا معاك يا باشمهندس. اول حاجه الاحمال، اللودز، بتتكلم كمان يا باشمهندس في السبانز بتاع الكوبري، بحر الكوبري بيأثر معاك. بتتكلم كمان يا باشمهندس في الماتيريال اوف كونستراكشن، مواد الانشاء المتاحه يا باشمهندسين، وبتتكلم كمان في الكوست او التكلفه، تمام كده؟ طيب الكباري يا باشمهندسين تصنيف ثاني، احنا اتفقنا ان في اكوردنج تو، يبقى احنا كده صنفنا الكباري اكوردنج تو الماتيريال اوف كونستراكشن، رقم 2 الاستراكشرال فور، رقم 3 يا باشمهندسين بنصنف الكباري طبقا للسبان بتاع الكوبري، بحر الكوبري. فانت عندك فيه ثلاث انواع من الكباري، اما ان هو يكون شورت او ان هو يكون ميديم يا باشمهندسين، شورت او ميديم او لونج.
لو السبان اقل من 50 متر يبقى شورت يا باشمهندسين، شورت سبان بريك. لو من 50 ل 200 يبقى ميديم، لو اكبر من 200 يبقى لونج سبان يا باشمهندسين. بعد كده يا باشمهندس بتصنف الكباري كمان اكوردنج تو الغرض من الاستخدام. فانت عندك يا باشمهندس طبقا للغرض من الاستخدام عندك الكباري بتتصنف الى اربع حاجات. كباري دي ممكن يعدي عليها قطر او يعدي عليها سكه حديد، وفي كباري ثانيه يا باشمهندسين ممكن تكون رود واي بريدج، وممكن تكون كباري مشاه، وممكن تكون كومبايند بريدج. وده زي الكوبري لو انت دخلت على النت وكنت قلت لكم في السكشن ممكن تشوف كوبري امبابه، وده كوبري مشترك يبقى عليه عربيات وسكه حديد الاثنين مع بعض. بعد كده يا باشمهندسين بيصنف الكباري طبقا للحركه الملاحيه، والتصنيف ده يا باشمهندسين خاص فقط بالكباري المقامه على مجاري ملاحيه، يعني ده خاص فقط بالقنوات الملاحيه يا باشمهندسين، خاص بالكباري اللي بتقام على القنوات الملاحيه، تمام كده؟ فيقول لك لو انت عندك قناه ملاحيه يا باشمهندس وانت بتعمل عليها كوبري، يقول لك الكوبري ده ممكن يكون وضعه على القناه حاجه من الاثنين، اما ان الكوبري ده يكون ثابت في مكانه وما بيتحركش، او ان الكوبري ده يكون متحرك، اما ان هو يكون ثابت فيكسد بريدج او يكون موفابل بريدج. طب هو فيكسد ولا موفابل؟ ده بناء على ايه يا باشمهندس؟ بناء على ان السفينه هتقدر تعدي ولا مش هتقدر تعدي. انت بناء دي قناه ملاحيه يا باشمهندس، يعني فيها مرور لوحدات ملاحيه. وبالتالي اول حاجه يا باشمهندس انت بيبقى عندك المجرى المائي بالشكل ده كده يا شباب، وبيبقى عندك الكوبري مقام بهذا المنظر، تمام كده؟ وبيبقى عندك هنا سطح الميه كده يا باشمهندس في المجرى المائي، بيبقى عندك في هنا كده وحده ملاحيه عايزه تعدي. فيقول لك يا باشمهندس لو كان الكلير هايت، الكلير هايت يا باشمهندس اللي هو المسافه من اعلى منسوب لسطح الميه حتى اسفل نقطه في الكوبري، اللي هي ده اسمه الكلير هايت يا باشمهندس. لو كانت المسافه دي كافيه ان الوحدات الملاحيه تعدي منها يا باشمهندسين بدون ما تخبط في الكوبري، يبقى في الحاله دي الكوبري ده هتعمل حاجه اسمها فيكسد بريدج. طيب لو كانت المسافه دي كده يا باشمهندس اللي هو الكلير هايت ده اقل، يبقى انت في الحاله دي هتلجا انك تعمل الكوبري بتاعك يبقى ايه؟ يبقى موفابل بريدج. الموفابل بريدج ده يا باشمهندسين بيتعمل بثلاث اشكال. في عندك ثلاث اشكال للموفابل بريدج، وده سؤال مهم. عندك اول حاجه يا باشمهندس اللي هو حاجه اسمها الباسكول بريدج، تعرف اسم الكوبري وتعرف الحركه بتاعته. الباسكول بريدج ده يا باشمهندسين، واعتقد ان الدكتور محمود طلبه كان اداكم فيديو ممكن تشوفه بشكل افضل، ولو دخلت كمان على النت هتقدر تشوف الكباري دي بشكل اوضح وتكون فاهم كويس جدا هي بتشتغل ازاي. الباسكول بريدج ده يا باشمهندس ده بيعمل حركه راسيه، بيلف في المستوى الراسي يا باشمهندس، يبقى هو روتيشنال موشن ان ذا فيرتيكال بلين، هو بيعمل حركه في المستوى الراسي، تمام. وهحاول لو في وقت بعد ما اخلص الشرح ممكن اشغل لكم الفيديو اللي الدكتور محمود بعته لكم. الثاني يا باشمهندسين في حاجه اسمها سوينج بريدج. السوينج بريدج ده يا باشمهندسين الكوبري ده بيعمل يلف في المستوى الافقي يا باشمهندسين، يعني بيبدا ان هو يلف فيبقى الجسم الكوبري نفسه موازي لمحور المجرى المائي يا باشمهندسين، يعني هو يلف يبقى كده، وبالتالي تبدا ان الوحدات الملاحيه تعدي. في ثالث سيستم يا باشمهندسين من الموفابل بريدج ان الكوبري ده يعمل حركه ترانزليشنال موشن في الاتجاه الراسي. يبقى انت عندك دلوقتي التصنيف ده مهم في حته الموفابل بريدج، الكباري المتحركه ثلاث انواع، باسكول بريدج او سوينج بريدج او الليفت بريدج. الباسكول بريدج ده يا باشمهندس روتيشنال موشن ان ذا فيرتيكال بلين، السوينج بريدج ده روتيشنال موشن ان هوريزونتال بلين، الليفت بريدج يا شباب ترانزليشنال موشن ان ذا فيرتيكال بلين. ده نقطه مهمه. طيب بعد كده يا باشمهندس بيقول لك وضع الكوبري على المجرى المائي. احنا اتفقنا انت بيبقى عندك كده يا باشمهندس ده مجرى مائي، بيبقى فيه طريق كده يا باشمهندس الناحيه دي وطريق الناحيه الثانيه. فيقول لك يا باشمهندس ان لو كان الكوبري بتاعك ده جاي عمودي كده على المجرى المائي يا باشمهندس، يعني لو كان جاي عمودي على المجرى المائي يا شباب، يعني ايه؟ الكوبري ده بيبقى ليه سنتر لاين والمجرى المائي بيبقى ليه سنتر لاين. فيقول لك لو كان السنتر لاين الكوبري يا باشمهندس عمودي على السنتر لاين بتاع المجرى المائي، يبقى الكوبري ده بنسميه سكوير بريدج. سكوير بريدج يبقى الكباري يا باشمهندس بتنقسم من حيث موقعها على المجرى المائي لنوعين، سكوير بريدج، وده يا باشمهندس اللي بيكون سنتر لاين الكوبري عمودي على سنتر لاين المجرى المائي. طيب النوع الثاني يا باشمهندس ممكن تلاقي ان انت عندك مجرى مائي كده وتلاقي الكوبري جاي كده يا باشمهندس، يعني ايه؟ يعني سنتر لاين الكوبري يا باشمهندسين يبقى عامل زاويه مايله مع سنتر لاين الايه؟ سنتر لاين المجرى المائي، يبقى في زاويه ميل او في زاويه ميل ما بينهم يا باشمهندسين، يبقى هو مائل على المجرى المائي. فانت عندك ممكن يكون الكوبري عمودي على المجرى المائي بالشكل ده، او ممكن يكون مائل على المجرى المائي، ده تصنيف برضه مهم. طيب بعد كده يا باشمهندسين احنا اتفقنا ان انت يهمك ايه بعد ما انا قلت لك كده شويه الحاجات دي، يبقى احنا اللي احنا عرفناه دلوقتي عرفنا يعني ايه كوبري، تمام؟ عرفنا كمان يعني ايه تصنيفات الكباري طبقا لاول حاجه ماده الانشاء، الاستراكشرال فورم، الاسبان، اكوردنج تو البربس اوف يوز الغرض من الانشاء، اكوردنج تو الاسبان،
وكمان يا باشمهندسين اللي هو النافيجيشنال موفمنت، الحركه الملاحيه، وطبقا لموقع الكوبري ده على المجرى المائي او على القناه. طيب بعد كده يا باشمهندسين احنا اتفقنا ان انت هتدرس الترم ده حاجه اسمها الستيب بريدج اللي هي الكباري المعدنيه. طيب ليه يا باشمهندسين؟ يبقى انت في سؤال برضو مهم ده بتتساله دايما في الشفوي وممكن تتساله حتى في الميد ترم، ايه هي بقى مميزات الكباري المعدنيه؟ في شويه مميزات كده يا باشمهندسين، انا بقول الكلام ده بسرعه وما بوقفش اسال حد فيه لان الكلام ده انا قلناه في السكشن يوم الاحد اللي فات، قلت الكلام ده للسكشنين يوم الاحد اللي فات، فانا بقوله بسرعه عشان ندخل في الجزء الجديد بس النهارده. اول ما ندخل في الجديد هتلاقينا بنتكلم بالراحه يعني. عندك مميزات الكباري المعدنيه يا باشمهندسين، في عندك حوالي 6 أو 7 مميزات. اول حاجه ان الكوبري المعدنيه يا باشمهندس السوبر ستراكشر بتاعه اللي هو الجزء اللي بيبقى ده كده يا باشمهندسين، الجزء ده بيبقى خفيف اخف من الخرسان. طب لما يبقى اللايت ويت سوبر ستراكشر، يعني ايه لايت ويت سوبر ستراكشر يا باشمهندس؟ يعني جسم الكوبري خفيف. طب ده هيأثر معاك فيه يا باشمهندس؟ ان جسم الكوبري خفيف يا شباب بالتالي هيديك الاحمال بتاعتك هتبقى الديد لود اقل. طب لما يبقى الديد لود اقل يا باشمهندس يبقى انت هتصمم الاساسات هيكون حجمها اقل، يبقى الاساسات هيكون حجمها اقل يا باشمهندس. طيب دي ميزه ان اساسات اقل وبالتالي هتوفر في التكلفه. طيب الميزه الثانيه يا باشمهندس ان الديد لود او الاوزان الخفيفه دي يا باشمهندس بتقلل التاثير الزلزالي على المنشا، وهتدرس الكلام ده ان شاء الله في الخرسانه، بس انت تكون فاهم بس كده، يبقى عارف ان هو لايت ويت سوبر ستراكشر يبقى انا بوفر في الاساسات، كمان يا باشمهندس ان التاثير الزلزالي او قوه الزلازل هتكون اقل على المنشا ده. تاني حاجه يا باشمهندس سرعه الانشاء، الكباري دي يا باشمهندس او المنشات الستيل عموما اي منشات معدنيه دي بيتم تصنيعها في الموقع، بيتم تصنيعها في المصنع يا باشمهندس وبعد كده بتتنقل للموقع وبيتم تركيبها، ما بتاخدش وقت. كمان ميزه مهمه من في المنشات المعدنيه ان هي ما بتحتاجش شده خشبيه، وبالتالي هيبقى عندك في بعض المناطق انك ممكن ما تقدرش تعمل فيها شده خشبيه يا باشمهندس، زي لو عندك في طريق بيتقاطع مع سكه حديد مثلا، لو انت عندك مثلا في سكه حديد يا باشمهندس بالشكل ده كده وانت عايز تعمل كوبري عليها يا شباب، في منطقه السكه الحديد دي كده مش هينفع انك تعمل شده خشبيه للكوبري هنا يا باشمهندس عشان ما ينفعش تقطع طريق السكه الحديد، وبالتالي في الحاله دي هتكون انك مجبر انك لازم تروح للخيار اللي هو انك تعمل هنا الجزء اللي فوق الكباري او الجزء اللي فوق السكه الحديد، دايما هتلاقيه في الكباري يبقى ستيل. يعني لو انت معدي راكب قطر ومعدي من تحت اي كوبري كده يا باشمهندس هتلاقي ان الجزء اللي فوق الجزء من الكوبري اللي فوق القطر مباشره هتلاقيه ستيل يا باشمهندس. طيب بنتكلم كمان يا باشمهندس ان من ضمن الميزه حاجه اسمها لونج سبان كونستراكشن. لونج سبان يا باشمهندس المنشا ده او ان كباري الستيل اقفل يا باشمهندس، اقفل الفيديو يا باشمهندس. اقفل الفيديو يا باشمهندس. طيب اذا ما اطلع لونج سبان كونستراكشن كباري الستيل يا باشمهندس في حاله البحور الكبيره تقدر توفر لك اي شكل من الاشكال يا باشمهندس انا لسه قايل لك عليهم، اللي هو سواء كان كيبل ستيد او سواء كان سسبنشن او سواء تراس او الارش، اي شكل من الاشكال دي يا باشمهندس تقدر تعمله بشكل سهل جدا من الستيل. اولا لسبب، اول حاجه هيكون وزن خفيف يا باشمهندس مع الاسبان الكبيره دي، ثانيا كمان تقدر انك تستخدم اوناش يا باشمهندس، ساعه الاوناش تقدر انها تشيل الجزء الكبير ده يا باشمهندس وتقدر تركبه. بنتكلم كمان يا باشمهندس حاجه ان الكباري الستيل يا باشمهندس تقدر انك تنزل في الكوبري او تقدر من خلال الرؤيه بالنظر يا باشمهندس او رؤيتك بالعين كده بدون ما تحتاج اجهزه او حاجه، فتقدر تكشف على الكوبري ده، تقدر تعمل فحص للكوبري ده، تقدر تنزل تحت الكوبري يا باشمهندس من تحت كده وتشوف الكاميرات الرئيسيه بتاعته والكاميرات الثانويه، وتقدر تشوف لو في مشكله حصلت في الكوبري تقدر تشوفها وتقدر تعالجها. الكلام ده مش متوفر مثلا في الكباري الخرسانيه، لو انت عايز تكشف عليها يا شباب لازم بتحتاج اختبارات وبتحتاج انك تكسر وبتحتاج تكلفه اعلى شويه. فالمنشآت الستيل بتتميز بالميزه دي يا شباب انك تقدر تعمل عمليه الفحص والكشف على الكوبري وتشوف لو في مشكله بسهوله، ودي اللي بتتمثل في حاجه اسمها انسيرفس انسبكتابيلتي اللي هو قابليه الفحص يا باشمهندس، المنشأة المعدنيه تقدر تشوف لو في مشكله تقدر تحلها يا شباب. كمان في حاجه مهمه جدا اللي هو الهاي فاتيج ريزيستنس، هتعرف بس الميزه دي وان شاء الله ابتداء من اول ما نبدا التصميم هتدرس كويس جدا جدا يعني ايه فاتيج، وهتعرف ان الستيل افضل من الخرسانه في نقطه الفاتيج. طيب بعد كده يا باشمهندسين في ميزه مهمه جدا كمان حاجه اسمها كومبلكس جيومتريز اللي هي بيستخدم في حاله المنحنيات مثلا يا باشمهندس، لو انت عندك طريقه في انحناء جامد في الطريق يا باشمهندس تقدر انك تعمل الجزء ده من الكوبري ستيل، او حتى في حاله الرامز في حاله الطرق يا باشمهندسين لو انت عندك كباري بيتعمل لها رامز كده يا باشمهندس اللي هي نزلات بتاعه الكباري يعني، فالنزله دي يا باشمهندس تقدر تعملها ستيل.
كل الحاجات دي يا باشمهندس، الكباري الستيل كمان او المنشات الستيل عموما بتتميز بحاجه اسمها ريليابيلتي اند ريدندنسي. الفكره دي يا باشمهندس ان الكوبري بتاعك ده يا باشمهندس نظرا لان المنشات الستيل انت عارفين طبعا ان المنشا الستيل ده بيتصمم كويس جدا، شغلنا كله بالملي، المعادلات حتى اللي انتوا بتصمموا بها ديت فهي جايه بدقه اعلى شويه من ربما المعادلات بتاعت الخرسانه، المعادلات دي جايه بدقه عاليه شويه، كمان انك بتصمم بدقه عاليه انك ما بتاخدش حاجه كبيره زي الخرسانه. عندك كمان يا باشمهندس ان الكوبري ده تقدر تعمل له عمليه التنفيذ بتاعه تم بطريقه افضل، انت واثق من التصنيع واثق من التنفيذ يا باشمهندس فيه. عندك كمان ان الكوبري ده بعد ما تركبه ويشتغل بتقدر انك كل فتره زمنيه ولكن كل سنه مثلا بتقدر تعمل عمليه فحص او كشف للكوبري ده يا باشمهندس، اللي هي الميزه دي السيرفيس انسبكتابيلتي. فكل الميزات دي يا باشمهندس ادت الكبار المعدنيه ميزه مهمه جدا اسمها الريليابيلتي اند ريدندنسي. يعني ايه يا باشمهندس؟ معناها اللي هي فكرتها كده بالمعنى المبسط الثقه والامان، انك يعني الكلام ده انت مطمن من ناحيه الكوبري ده يا باشمهندس. يعني كوبري الستيل كل الحاجات اللي فوق دي خلت الكوبري ده انك لما تيجي تشوف كوبري الستيل فانت بتبقى مطمن له اكتر شويه من باقي الانواع. تمام كده؟ دي كده يا باشمهندسين اول جزء اللي احنا اتكلمنا عليه تقريبا بالتفصيل، واتكلمنا عن كل الكلام اللي انت شفته ده كده في السكشن اللي في الكليه. تمام كده؟ حد عنده مشكله فيه قبل ما انقل على الجزء الثاني؟ حد عنده مشكله يا باشمهندسين؟ هعمل لكم ميوت ولا ايه؟ مفيش ميوت انا اعتقد. شوف كده. طب الناس سامعاني طيب؟ انا فتحت للناس خلاص كده، لو في حد عنده مشكلة يتكلم. تمام. لا لا مش مهندس. تمام. هنبدأ بقى يا باشمهندسين في الجزء المهم جدا، والناس كلها بقى تركز في الجزء اللي جاي. الجزء اللي عدا ده مذكرة سهلة جدا وتقدر انك يعني فيهاش اي مشكلة، هما كلمتين نظري انت بس مطالب انك هتبص فيهم بس، مطالب انك تحفظ حاجه ولا اي حاجه، تحفظ بس مميزات الكباري المعدنيه بس. يعني انت مطالب تعرفه هنا كويس، اللي هو ربما اخر سؤال ده تركز عليه كويس، اللي هو مميزات الكباري المعدنيه اللي هي مثلا تحفظهم، حتى مش لازم الكلام ده مش لازم تكتبه، انت مش تكتبه لو جالك سؤال زي ده مثلا في الميد ترم او حاجه. بس انت بقى لو اتسالت في الشفوي مثلا او حد سالك فممكن حد دكتور يناقشك بها شويه، يعني تقول له لايت ويت سوبر ستراكشر فيقول لك يعني ايه، تقول له مثلا ان هو بتتكلم في ان السيرفيس انسبكتابيلتي فتقول له يعني ايه، هو هيسالك يعني ايه الكلام ده، فتبقى انت عارف برضه الكلام ده تكون انت قاريه حتى والكلام ده في دماغك شويه. طيب هنبدا بقى دلوقتي يا باشمهندسين في الجزء الثاني، وكنا بدانا فيه برضه في الكليه، وهو بقى عايزين نشوف مكونات الكباري المعدنيه دي. احنا قلنا خلاص احنا بندرس ايه الترم ده ان شاء الله، بندرس كباري معدنيه. هندرس يا باشمهندس الكوبري المعدني اللي هو بنظام واحد بس اللي هو البليد جردر بريدج. تمام كده؟ البليد جردر بريدج يا شباب اللي هو عباره عن كوبري كمرات بتكون كمراته كلها اي بيم يا باشمهندس. تمام كده؟ هنشوف الكوبري ده يا باشمهندس لو بيعدي عليه سكه حديد، لو بيعدي عليه قطر يا باشمهندس، يعني هنشوف الريلوي، وهنشوف لو بيعدي عليه عربيات يا باشمهندس، ده النوع الثاني. وهندرس كمان اللي هو الكومبايند ده كحاله دراسه يا باشمهندس، يعني هتشوفه في اللي اوت بس، لكن انت مش هتشوفه كدراسه يا باشمهندسين بعد كده. طيب هنبدا يا باشمهندسين في اول حاجه كده، بيقول لك الكباري بتاعتك يا باشمهندس بتنقسم الى حاجتين. في تصنيف كده للكباري يا باشمهندس، بس ده تصنيف يعتبر مش تصنيف للكباري بشكل عام. انت بتشوف الكباري الستيل دي يا باشمهندس في شكلين دايما، بتلاقي يا باشمهندس
طيب هو دلوقتي بس الزوم بيدينا اللي هو فكره ان بقى 10 دقائق في الميتنج ده، فلو هو هيقفل علينا بعد كده لما يقفل تدخلوا ان شاء الله بنفس الباسورد والاي دي اللي معاكم تاني، تمام؟ يعني نفس الباسورد والاي دي تاني، عشان هو تقريبا الفتره بتاعته 40 دقيقه يعني. في عندك يا باشمهندسين الكباري بالك في حاجه اسمها ديك بريدج وفي حاجه اسمها ثرو بريدج. الديك بريدج ده يا باشمهندس يقول لك ان ارضيه الكوبري بتكون في المستوى العلوي للمين جردل. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انت بيكون ارضيه الكوبري الحركه بتاعتك بتكون على جسم الكوبري من فوق كده يا باشمهندس، زي ما انت شايف اللي هي الصوره دي كده يا باشمهندسين، ارضيه الكوبري ده، يبقى انت عندك الحركه على جسم الكوبري هنا كده يا باشمهندس من فوق، ادي المين جردل بتاعتك يا باشمهندس، فيبقى انت ماشي على الكوبري من فوق. هنا يا باشمهندس هتبقى ماشي جوه الكوبري، ثرو بريدج يا باشمهندس ارضيه الكوبري بتكون في المستوى السفلي للمين جردر، اللي هم الكمرتين دول يا باشمهندس اسمهم مين جردر، وهنشوف دلوقتي بتكون انت هنا يا باشمهندس ماشي جوه الكوبري يا باشمهندسين، تمام كده؟ طيب يعني انت مثلا ده يا باشمهندس ده الكوبري السرو اللي هو عندك في الغلاف اللي ورا ده يا باشمهندس، ده كده السرو بريدج اللي هو الشكل ده، ده كده السرو بريدج يا باشمهندس، يعني لما القطر يجي يمشي هنا كده فيبقى ده السرو بريدج يا باشمهندس ده، تمام؟ لكن ده يا باشمهندس هتلاقي ان العربيات اللي بتبقى ماشيه فوق ده اسمه ديك بريدج، لان ارضيه الكوبري كانت في المستوى العلوي، لكن ده ثرو بريدج يا باشمهندس عشان هنا القطر هيتحرك فين؟ في المستوى السفلي للمين جرد. طيب نقطه بس صغيره كده يا باشمهندس تعرفها، هو انا ايه اللي بيفرق معايا في الديك والثرو يا باشمهندس؟ الفكره كلها يا باشمهندسين ان انت بيبقى عندك المجرى المائي مثلا بتاعك بيبقى بالشكل ده كده يا باشمهندسين، بيبقى عندك مثلا الكوبري بتاعك بالشكل ده، تمام؟ طيب بيبقى عندك منسوب الميه بالشكل ده يا باشمهندس، وربما انك مثلا تلاقي ان الاسبان ده كبير فالدبس بتاع الكاميرا دي يا باشمهندس مثلا يطلع 3 متر، لو جيت تعمل الكوبري ده يا باشمهندس ديك بريدج فتلاقي ان ال 3 متر دول نازلين تحت جدا كده بالشكل ده، فتلاقي ان المنسوب قرب جدا يا باشمهندس من او منسوب الميه، ربما ان هي المسافه دي تكون صغيره جدا، او ممكن ان الميه اصلا توصل لغايه انها تخبط في الكاميرات دي يا باشمهندس، يبقى في منسوب ميه عالي. في الحاله دي يا باشمهندس انت مثلا مرتبط بطريق هنا، انت ما ينفعش انك تعلي الكوبري، زي مثلا السكك الحديد، دايما هتلاقي يا باشمهندس السرور دي بتتعمل للسكه الحديد، ليه؟ حتى انت لو عندك كوبري مثلا لو طريق عربيات فده من السهل جدا انك تعلي الكوبري ده شويه، انك ممكن حتى تدي يا باشمهندس الركاز هنا تعلي الركاز وتخلي الكوبري عالي شويه مش مشكله، وتعمل هنا هوريزونتال كيرف او فيرتيكال كيرف ان حد يا باشمهندس مش مشكله ان يكون الكوبري اعلى شويه من منسوب الطريق، بس ده لو عربيات، لكن لو سكه حديد يا باشمهندس الكلام ده مش مسموح، في السكه الحديد لازم تكون ماشي يا باشمهندس، انت محكوم غصب عنك بمنسوب السكه الحديد. طيب لما تبقى محكوم يا باشمهندس غصب عنك بمنسوب السكه الحديد فانت كمان عندك منسوب ميه. تمام، يبقى انت في النهايه خالص عندك هنا كده في منسوب ميه يا باشمهندس، يبقى انت لازم مهم جدا لما تيجي تحط الكاميرا يا باشمهندس لو هتحطها ديك يبقى الكاميرا تبقى لتحت كده. تمام؟ والقطر يمشي هنا يا باشمهندس، هتشوف الكاميرا دي مفروض ان اللي بيحكمك انك تعمل ديك او سرو يا باشمهندس، على فكره السرو في مشكله شويه عن الديك، يعني هو اخطر في التصميم من الديك بريد. الديك هو افضل يا باشمهندس اذا توفرت الظروف، يعني لو كان عندك مسافه الارتفاع بتاعك اللي هنا ده يا باشمهندس او المسافه اللي تحت دي كافيه انك تقدر تعمل الكوبري بتاعك يا باشمهندس، ما فيهوش اي مشكله، يبقى الديك بريدج بيكون امن شويه من السرو بريدج في التصميم، وان شاء الله هتاخده الكلام ده في التصميم قدام وهتعرف الكلام ده بالتفصيل. تمام، يبقى اللي بيحكم يا باشمهندس انك تعمل الكاميرا هي الفكره كلها انك هتمشي فوق كده او تحت، يبقى الكاميرا يا باشمهندس بتاعتك دي تبقى لتحت كده او تبقى لفوق، ارتفاع الكاميرا ده ممكن يكون كبير يا باشمهندس، بتلاقي المين جردر دي ارتفاع كده يا باشمهندس بتلاقيه حوالي 3 متر مثلا، وفي بعض الاحيان ممكن يتعمل 4 متر، وفي الحاله ممكن تروح تعمله تراس يا باشمهندسين، تخيل ان ارتفاع 4 متر، فممكن تيجي يا باشمهندس تعمل ان في ارتفاع 4 متر تنزلها لتحت كده يا باشمهندس عشان تعمل ديك بريد، تلاقي ان هي نزلت وربما ان هي تكون اصلا خبطت في الميه، او الميه اللي ماشيه في المجرى المائي دي بتخبط في الكاميرا، والكلام ده ما ينفعش يا باشمهندسين، في الحاله دي يبقى لازم ارفع الكاميرا دي لفوق كده يا باشمهندس، لو رفعتها لفوق كده يبقى انا عملت الكوبري ده اسمه ثرو بريدج يا باشمهندسين. اللي بيكون حاكم اكتر واللي بيخليني الجا للثرو بريدج يا باشمهندسين دايما في الكباري، كباري السكه الحديد يا باشمهندس، لان منسوب السكه الحديد ما ينفعش انك ترفع منسوب السكه الحديد او القضبان يا باشمهندس، بتكون ماشيه لازم تكون ماشيه في نفس المنسوب، تمام كده؟ انا هوريها لك تاني يا باشمهندس الصوره اللي على الغلاف اللي بره دي، ده كوبري ثرو اهو يا باشمهندس بيبقى بالشكل ده كده يا باشمهندسين، اما ده كده بيبقى كوبري ديك بريدج، تمام كده؟ يبقى دي معلومه مهمه، الكوبري في عندك الكباري الستيل يا باشمهندس في نوعين، في ديك بريدج يا باشمهندس ده ارضيه الكوبري بتكون موجوده فوق، تمام كده؟ في ثرو بريدج يا باشمهندسين وده ارضيه الكوبري بتكون موجوده في تحت يا باشمهندس، انت بتكون ماشي جوه الكوبري كده اهو، وتقدر تكون شايف جسم الكوبري زي ما انت شايف كده يا باشمهندس. طيب هنبدا يا باشمهندس كده نشوف بقى هو الكوبري بتاعك ده ايه مكوناته، عايزين نشوف مكونات الكوبري يا باشمهندس اذا كان ديك او اذا كان ثرو بريدج يا باشمهندس. طيب الكوبري بتاعك يا باشمهندسين زي اي منشا في الدنيا هو عباره عن جزئين، عباره عن جزء اسمه السوبر ستراكشر وعباره عن جزء اسمه السب ستراكشر.
تعال نروح نشوف كده على التكلة. ده كده يا باشمهندسين الكوبري بتاعك، تمام كده؟ فانت عندك الكوبري يا باشمهندس زي اي منشأ في الدنيا، عباره عن جزء الحته اللي هي ظاهره في سطح الارض اللي انا بتعامل معاها، وهي ده الجزء اللي احنا هنتعامل معاه السنه دي ان شاء الله، اللي هو جزء السوبر ستراكشر، وده الجزء اللي بيتعامل مع الاحمال، وده اول جزء بيكون معرض للاحمال يا باشمهندس. في جزء تاني اسمه السب ستراكشر يا باشمهندسين. السب ستراكشر ده مثلا اللي هو بيبقى عباره عن الاباطمنت يا باشمهندس اللي بيبقى هنا كده، ولو بقى عندك هنا مثلا بير كده يا باشمهندس بيبقى فيه بير، وبيبقى فيه ايه؟ اباطمنت الناحيه الثانيه كمان كده يا باشمهندس، بيبقى فيه هنا مثلا بير، هنا اباطمنت، وهنا الاباطمنت يا باشمهندسين، اللي هو جزء الفاونديشن الاساسيات اللي هي البير والاباطمنتس، ولو انت عندك مثلا باينز فده اسمه السب ستراكشر. السب ستراكشر يا باشمهندس بياخد الاحمال من السوبر ستراكشر ويوزعها خلال التربه. يبقى انت عندك اي منشأ او الكوبري عموما بقى، عشان احنا بنتكلم على الكباري، فالكوبري بتاعك عباره عن حتتين، هو عباره عن جزء فوق كده يا باشمهندس اللي هي الحته اللي ظاهره قدامك في الشاشه دي بنسميها سوبر ستراكشر، تمام كده؟ وده الجزء المعرض للاحمال يا باشمهندس مباشره. في حاجه اسمها السب ستراكشر، وده يا باشمهندس جزء الاساسات، وده الجزء اللي بياخد الاحمال من السوبر ستراكشر ويوزعها وينقلها للتربه يا باشمهندس. يبقى كده ده الجزء اللي احنا هندرسه. طب احنا هندرس ايه يا باشمهندس؟ انت مالكش دعوه خالص بالسب ستراكشر، انت هتهتم فقط لا غير يا باشمهندس بدراسه، شفت الجزء اللي ظهر قدامك في الشاشه ده، هو ده يا باشمهندس اللي احنا هندرسه الترم ده كله على مدار الترم يا باشمهندس. ده كده الكوبري اللي احنا هندرسه على مدار الترم ده يا شباب. طيب يبقى ده كده يا باشمهندسين اسمه السوبر ستراكشر. تعال نشوف السوبر ستراكشر بتاع الكوبري ده كده يا باشمهندس بيتكون من ايه، وبعدين هنروح للمذكره هنلاقي كل الكلام اللي انا بقول لك عليه ده مكتوب. ده كده السوبر ستراكشر يا باشمهندس. اول حاجه يا شباب، في حاجه اللي ظاهرين قدامك باللون الازرق اللي هو ده كده يا باشمهندس، ده كده الكاميرا الكبيره دي، والثانيه يا باشمهندس في واحده ثانيه زيها، دول كده بنسميهم حاجه اسمها المين جردر. ثاني يا باشمهندس كده، يبقى اول حاجه عايزين نشوف بقى هو الكوبري ده ايه المكونات بتاعته، عايزك تعرف كل حاجه يا باشمهندس، ايه مكونها، ايه القطاع بتاعها، بتعمل ايه يا باشمهندس، وظيفتها ايه في الكوبري ده، تمام كده؟ كل حاجه هنا موجوده، كل حاجه، كل عنصر مرسوم قدامك انا هقول لك عليه دلوقتي، ده ايه وبيعمل ايه يا باشمهندس. طيب نبدا كده اول حاجه، دي كده يا باشمهندسين اللي هو الشكل ده، الكاميرتين دول كده يا باشمهندسين اهو اللي انت شايفهم دول، اللي هي الكاميرا الكبيره اللي هي باللون الازرق ده يا باشمهندس، والناحيه الثانيه في واحده زيها، دول اسمهم المين جردر، الكاميرات الرئيسيه. طب ايه هي الكاميرات الرئيسيه يا باشمهندس؟ بيقول لك ان هي الكاميرات الرئيسيه دي بتكون الكاميرات الرئيسيه في الكوبري، وبتكون موازيه لمحور الكوبري. هو فين محور الكوبري يا باشمهندس؟ ادي محور الكوبري كده، تمام كده؟ يبقى هي الكاميرات الرئيسيه في الكوبري وتكون موازيه لمحور الكوبري، تمام. اقل عدد منهم يا باشمهندس يكون ان انت يكون في عندك كاميرتين يا باشمهندسين، لازم اقل عدد من الكاميرات دي في الكوبري يا باشمهندس يكون اثنين. القطاع بتاعها يا باشمهندس ممكن تكون ايه؟ ممكن يكون بليد جردر، وده النوع اللي احنا هندرسه اللي هو الشكل اللي قدامك ده، وممكن تكون تاخد شكل ثاني يا باشمهندس اللي هي تكون تراس، ممكن ما تكونش بليد جردر يا باشمهندس، ممكن الكمر اللي هو باللون الازرق ده كان يتعمل تراس، بدل ما يتعمل بليد جردر كان يتعمل تراس يا باشمهندسين، تمام كده؟ يبقى اول حاجه البليد جردر دي الكاميرات الرئيسيه في الكوبري، اقل عدد منهم اثنين يا باشمهندس، دول اهم عنصر في الكوبري، اهم عنصر هو المين جردر، لان ده اصلا في النهايه خالص كل الكوبري ده بيرمي على الكاميرتين دول يا باشمهندسين. ممكن تاخد اشكال كتير يا باشمهندس، ممكن تكون بليت، ممكن تكون تراس، ممكن تكون ارش يا باشمهندسين، يعني ممكن تكون تراس، ممكن تكون ما تكون بليت جردر تكون كمان ايه؟ ارش. طيب القطاع بتاعها يا باشمهندس انت شايف قطاعها كده ايه قدامك اهو، تعال نشوف كده قطاع الكاميرات دي يا باشمهندس اهو، قطاع الكاميرا قدامك اهو يا باشمهندس، قطاعها ايه؟ قطاعها يا باشمهندس اهو اي بيم، قطاعها بيكون ايه يا باشمهندس؟ اي بيم. طيب بتبقى عباره عن بيلت اب سيكشن يا باشمهندس، هو الاي بيم ده احنا درسنا السنه اللي فاتت ان هو ممكن يكون قطاع جاهز او ممكن يكون بيلت اب سيكشن، تمام. لا هو ما ينفعش يكون قطاع جاهز، ليه يا باشمهندس؟ قال لك اصل الكاميرات الرئيسيه دي بيبقى ارتفاعها كبير يا باشمهندس، احنا لسه بنتكلم ان ارتفاعها تقريبا بيبقى دايما فوق ال 2 متر، تمام كده؟ طيب الكاميرات دي يا باشمهندس انت اخر قطاع جاهز عندك ارتفاعه متر، وبالتالي ده دي كاميرا ارتفاعها كبير يا باشمهندس، فبالتالي هتتعمل بيلت اب سيكشن. هو يعني ايه بيلت اب سيكشن يا باشمهندس؟ بيلت اب سيكشن يعني عباره عن ثلاث اجزاء يا باشمهندس كده، عباره عن ابر فلانج اهي واللور فلانج، تمام كده، والويب. دول يا باشمهندس ده بيجي بليت لوحده كده، ده بتيجي بليت اهي زي ما انت شايف كده، لما بقف عليها بتنور لوحدها، الجزء ده لوحده والويب ده يا باشمهندس لوحده واللور فلانج لوحدها، يبقى دول ثلاثه بليتس يا باشمهندس بنجيبهم، المصنع طبعا هو اللي بيعمل الكلام ده، ويجي يا باشمهندس يعمل ايه؟ يربط ده مع ده، يربطه مع بعض باستخدام ايه يا باشمهندس؟ لحام او مسامير. دايما يا باشمهندس والغالب اكتر من 95% بيتعملوا لحام، ان هو بيجيب ده مع ده كده يا باشمهندس ويجي يلحم في النقطه دي كده يا شباب، يعني هو بيجي هنا كده يلحم الراجل ده مع الراجل ده يا شباب، تمام كده؟ يبقى هو بيعمل لحام هنا كده يا باشمهندسين،